فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يتناقل بعض الناس هذه الرسالة، فما مدى صحتها؟ وهي: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. وأن ابن باز رحمه الله يقول: والله ما دعوت بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير في أمر عسير إلا تيسر. يقول: ما الرأي في هذا؟ وهل سمعتم ذلك حفظكم الله؟ والله ما سمعناه من الشيخ ولا قرأناه في كتبه. إذا كان اللي نقل هذا وجده في كتب الشيخ يبين، يقول الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية، من ينسب للشيخ شيئا بدون تثبيت فهذا لا يجوز. نعم.